نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه أزروال يودع مكونات الرجاء ويتمنى التوفيق للفريق. وفي تفاصيل الخبر وجه اللاعب سعيد أزروال رسالة وداع وامتنان لمكونات فريق الرجاء الرياضي بعد ما انهى ارتباطه بالنادي في آخر ليلة من فترة الانتقالات الشتوية المنتهية قبل يومين. وأفاد أزروال في رسالته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بأنه ما غيسالش تجربته الكروية داخل أسوار القلعة الخضراء، وقال: لكل بداية نهاية، بصدق لن أنسى تجربتي في الرجاء، سأظل دائما أحترم جمهوره وجميع مكوناته. وعبر أزروال على امتنانه لجماهير النصر الخضر وزملائه بالفريق، ووضح في رسالته: شكرا لما وجدته منكم من حب وتقدير، أرغب أن أشكر اللاعبين الذين قضيت معهم أياما رائعة، وكل أمل أن يواصل النادي الأخضر نجاحاته ويحصد مزيدا من الألقاب محليا وقاريا. واختتم اللاعب السابق الفريق الرجاء الرياضي رسالته بتمني التوفيق للقلعة الخضراء، وعبر على انتمائه للكيان الأخضر بعبارة: ديما رجاء. يشال أن سعيد أزروال فسخ عقده مع فريق الرجاء الرياضي خلال آخر يوم من الميركاتو الشتوي، والتحق بفريق الشباب الرياضي السالمي بحيث غيجاور اللاعب الرجاوي جبريل سيلا. فريق إسباني في الهوات يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء، وعلى نادي سيلفا سوسيداد ديبورتيفا أحد أندية الدوري الإسباني للهوات على تعاقده مع عمر العمراني لاعب فريق الرجاء الرياضي. وكشف الفريق الإسباني على ضم اللاعب المغربي في الميركاتو الماضي بموجب عقد لمدة موسمين. وأكد الفريق الإسباني في خبر عبر موقعه الرسمي أن اللاعب العمراني خاض تجربة رفقة فريق يوسفية برشيد كمعار من فريق الرجاء الرياضي. وشار الفريق المذكور في بلاغه أن اللاعب سبق ولعب بمنتخب مغربي لأقل من 20 سنة. عزيز بدراوي يحذر الرجاء من معارضة الداخل. وفي التفاصيل، حذر عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي من معارضة بعض الأشخاص اللي كينتسبوا للفريق الأخضر، وقال البدراوي أن بعض الأشخاص كيدعيوا حب الرجاء لكنهم كيعرقلوا السير بالفريق نحو بر الأمان، ومن الصعب أنك تنزع منهم صفة رجاوي. وأكد رئيس الفريق الأخضر أن هاد الناس كينتظروا الهفوة لتعليق الشماعة عليه، كما كيترقبوا تأثر النادي لمهاجمته. واحتار عزيز بدراوي من الأفكار اللي كيروجوها بعض الناس لمعارضة الداخل كموصفهم، واعتبر أنهم سبب مباشر في إشعال فتيل الفتنة بين الرجاويين. مدرب الرجاء منذر الكبير يستدعي حارس مرمى الأمل، وقرر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة التونسي منذر الكبير الاعتماد على 4 حراس مرمى خلال منافسات الموسم الكروي الجاري. واختار الطاقم التقني النسور استكمال الموسم الرياضي بالاعتماد على حارسي مرمى بخبرة كبيرة وحارسين من الشباب، واستدعى منذر كل من أنا زنيتي ومروان فخر ضمن قائمة الحراس مرمى الرجاء اللي غيعتمد على مهارتهم هذا الموسم. في المقابل، وجه الدعوة للحارسين أمير الحداوي وكذلك حارس مرمى فريق الأمل محمد المساوي اللي تألق بشكل لافت وفضل دمجه رفقة الفريق الأول لكسب التجربة. وكان فريق الرجاء قبل أيام استغنى على حارسه الجزائري غاية مرباح على سبيل الإعارة لفائدة اتحاد طنجة بعد فكسب دقائق أكثر يحافظ بها مرباح على المستوى الكبير اللي أبان عليه في المباريات الأولى اللي خاض رفقة النصر الخضر الموسم الماضي. محسن متولي في أول مواجهة ضد الرجاء بعد تعاقده مع اتحاد طنجة. وفي تفاصيل الخبر، منتظر باش يواجه فريق الرجاء الرياضي فريق اتحاد طنجة في مباراة ودية استعدادا لما تبقى من منافسات الموسم الكروي الجاري. وبرمج الطاقم التقني للفريق الأخضر بقيادة الإطار التونسي منذ الكبير مباراة ودية مع اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل بأكاديمية الرجاء بمنطقة بوسكورة في حدود الساعة 12 ظهرا حسب ما أكدته مصادر خاصة. وغتكون مباراة ودية بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد طنجة مناسبة خاصة متوسط الميدان محسن متولي اللي غيلعب ضد فريقه السابق شأنه شأن الحارس الجزائري غاية مرباح اللي التحق بالفريق الشمالي على سبيل الإعارة. ويشال أن العصبة الاحترافية قررت إرجاء برمجة الدورة 17 من مرحلة الإياب لما بعد الأسبوع المقبل، وذلك مباشرة بعد إجراء الدورة 16 من الدوري الاحترافي. هذه تفاصيل صفقة عودة الحافظي للرجاء الرياضي. وفي التفاصيل، نجحوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي استعادة عبدالإله الحافظي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد تجربة قصيرة غير موفقة بالخارج العربي وتحديدا الدوري السعودي مع فريق الحزم. ووقع عبدالإله الحافظي عقد عودته للرجاء لستة أشهر مع إمكانية تمديده لموسم إضافي في حال توصل الطرفين لاتفاق وفق صفقة بلغات 160 مليون سنتيم وراتب شهري تحدد 30 ألف درهم. وكان عبدالإله الحافظي غادر الفريق الأخضر في الميركاتو الشتوي اللي كيخص الموسم
الموسم الرياضي الماضي والتحق بالحزم السعودي وفق عقد كيمشي للموسم وانس قبل ما يضطر العودة للفريق الأخضر بعد ما فشل في انتزاع رسميته بالفريق السعودي اللي شارك رفقاته في مباريات معدودة. وتألق الحافظي بقميص الرجاء لمدة 10 سنوات توج خلالها مع النادي الأخضر لقبين البطولة الاحترافية ولقبين الكأس لارج ولقبين الكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي بالإضافة لكأس محمد السادس الأندية العربية البطالة. يذكر أن الحافظي قبل مغادرته للرجاء الرياضي كان سجل 50 هدف وصنع 67 هدف وذلك في 268 مباراة رسمية بقميص الرجاء في مختلف المسابقات. مكونات الرجاء تساند مالونغو وتتمنى له الشفاء العاجل. وأعلن نادي قطر القطري أمس الخميس على خضوع اللاعب الكونغولي بن مالونغو نقيطة لعملية جراحية عاجلة إثر تعرضه للإصابة على مستوى الكاحل وشال غيابه الميادين لمدة 6 أشهر كاملة. وحسب بلاغ نشره النادي عبر حساباته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه تعرض اللاعب بن مالونغو محترف الفريق الأول إلى إصابة خطيرة في الحصة التدريبية للفريق وشار النادي لضرورة خضوع المهاجم الكونغولي لعملية جراحية عاجلة على مستوى الكاحل أمس الخميس وبالتالي غيابه الملاعب نهاية الموسم الجاري. فهذا الصدد نقلت مكونات فريق الرجاء الرياضي صور بين مالونغو بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتمنت له الشفاء العاجل والعودة بقوة الميادين ولما لا تعزيز الفريق الأخضر في الموسم القادم. يشار أن بين مالونغو كيحظى بمكانة خاصة عند الجمهور الرجاوي بفضل المستوى الكبير اللي أبان عليه لما حمل قميص النصر الموسمين كما أنه كيتعتبر أفضل أجنبي مر بتاريخ الفريق. الرجاء يفعلها ويربح صفقة هذا المهاجم ونجح المكتب المديري للفريق الرجاء الرياضي بقيادة عزيز البدراوي في تجديد عقد سفيان بن جديدة مهاجم الفريق الأول لمدة موسم إضافي انطلاقا من منافسة الموسم الرياضي الجاري. وكيجي هذا القرار رغبة من مسؤولي القلعة الخضراء في الحفاظ على جميع ركائز النادي نزولا عن الطلب التونسي المدير الكبير اللي كيرغب في الاعتماد على اللاعب المذكور بجميع الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة. وكان المهاجم الشاب سفيان بن جديدة توصل بالعديد من العروض المغرية محليا وخارجيا غير أنه فضل جديد عقده رفقة فريق الرجاء الرياضي للبحث على تحقيق ألقاب جديدة بالمنافسات الخاصة بالموسم الكروي الجاري. الإشارة فسفيان بن جديدة قدم مستويات ممتازة منذ صعوده للفريق الأول كما سجل مجموعة من الأهداف الحاسمة منافسته للبطولة الوطنية وعصبة الأبطال الإفريقية. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.